طيب بس كان بده الميتنج اي دي. ونفس الشيء بك يعني. يعني الحمد لله انه قدرنا نفوت، الحمد لله خلص الامور تمام صح. طيب عشان احنا ما نضيع وقت كثير، يلا خلينا هلا نبدا بدرسنا. وزي ما قلت لكم رح نحكي عن الليل والنهار. الليل والنهار معناه انه انا بدي اليوم اعرف كيف بتصير هاي عمليه الليل والنهار، كيف الواحد بيكون قاعد هيك فجاه وبلاقي النهار طلع وفجاه بلاقي الليل اجا، كيف هذا الاشي عم بيصير معانا؟ خلينا نشوف هلا من خلال درس اليوم هذا الموضوع. تمام قاعدين ايه. يلا بسم الله. مفيدة وممتعة من مادة يلا بسم الله. يلا قبل ما نبدأ رح نلعب هاي اللعبة. في لعبة رح يكون في عنا بيض تمام، وهذا البيض رح يكون في جواته أشكال تمام. مين البطل والراعي اللي رح يتذكر إيش هو الشكل اللي موجود، وين كان هو موجود؟ رح نبدا معهم باللعبه. يمكن هذا الشكل يكون مثلا موجود بالبيضه البنيه، ممكن بالخضره، ممكن بالصفره. خلينا نشوف وين هو كان هذا الشكل. يلا نشوف هي لعبه اين انا، يعني وين كان هذا الاشي. يلا هي عم بيعرضونا البيض، هلا رح يعرضونا ايش جواته كان تمام. يلا ركزوا فيه علشان نجاوب يا اسامه. حتجاوب انت بس ركز وين موجودين الاشياء، لسه احنا ما بنعرف. يلا هيو عم بعرض فيهم تمام. يلا هاي اول اشي طلع عنا البسه، وهي في عنا بطه، وهي كلب. هلا رح يجي الخروف. يلا تذكر كل واحد وين موجود بأني بيضه. هاي الحصان. هاي الأمور تمام؟ شفتوا؟ يلا هلا ركزوا منيح منيح. يلا بسم الله. يلا شو الشكل رح يطلع لنا اياه عشان نحذر هو وين كان؟ يلا رح ابدا اسال. أسامة وين كانت البطة يا أسامة؟ وين كانت البطة بأني بيضة؟ بيضة الحمراء. البيضة الحمراء هي تقريبا لونها أحمر. طيب يلا يا تيم، تيم شو كان بالبيضة الزرقاء يا تيم؟ تذكر؟ أي سند حيساعدك؟ يا سند بطة. لسه لسه كان بطة. صح. طيب وشو كان بالصفرة؟ شو كان يا عبد الله بالصفرة؟ كلب. ايوه تمام. تعرفي يا لارا شو كان بالصفرة؟ خروف. خروف رائعة. طيب وشو كان بالبنية؟ حصان. حصان. يلا خلينا نشوف هلا شو السؤال اللي سألنا اياه. هاي هو سألنا عن الخروف وكنتوا شطورين وحذرتوه تمام رائعين. يلا طيب هلا اسألكم اسئلة عن الدرس الماضي. كل واحد من هاي البطاقات رح يكون عليها سؤال تمام، وانتوا حتجاوبوني ايش 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 اللي على البطاقة وراها بده يكون. يلا يلا يا اياد مستعد؟ حاسألك اول واحد يا اياد. يلا السؤال الأول يا زياد بقول لك بتكون سطح الأرض من إيش؟ إياد ميوت عندك. ميوت. يا إياد. يابسة وتراب وماء. رائع. اليابسة والماء رائع. طب شو أهم مكونات اليابسة يا أمينة؟ أمينة شو جوا اليابسة فيها؟ بحر. يابسة ايش يابس؟ اليابس هي بحر؟ ماء. ماء. أهم مكونات اليابس شو جوا اليابسة فيه؟ فيها اشي كبير واشي هيك ناعم طري، شو هو؟ الصخور والايش؟ ماء.
الماء ما بتكون جوا اليابس، الماء لحال هي ماء، اليابس هي أي إشي يابس أنا بدعس عليه بتكون قاسي يعني، تمام؟ تراب. المي ما بتكون اليابسة أبداً. طيب أعطيني الطريقة من المرة الماضية إحنا حكيناها بنحافظ فيها على الماء يا ندى. ندى إحنا حكينا في أشياء طرق إحنا بنقدر نحافظ فيها على المي، يعني ما نهدر مي كتير. شو هي الطرق؟ شو طرق المحافظة على الماء؟ يعني شو بقدر؟ بقدر أغسل السيارة بالبربيش يعني بخرطوم الماء، ولا بقدر أغسلها بالدلو؟ بربيش. مين 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 أسهل علي؟ مين بخلي المي ما نصرفها كتير؟ مين يا لارا؟ بربيش يا ناس، بربيش. البربيش بربيش. بربيش الماء اللي هو الخرطوم، أنا بقدر إني أنا أغسل السيارة بالدلو. بالدلو. بالدلو عشان ما أستهلك مي كتير. طيب إذا هي الجواب اللي قلتوه، يتكون سطح الأرض من يابسة وماء، وأهم مكونات سطح اليابسة اللي هو اليابسة اللي هم الصخور والتراب، وأهم طرق المحافظة على الماء. خلينا نشوف إيش هم الطريقة اللي حطوا لنا إياها. تصليح الأنابيب المكسورة، يعني إذا في أنبوب مكسور لازم إحنا نصلحه. طيب هلا رح نبدأ بدرسنا لليوم. طبعا درسنا لليوم انا حكيت لكم انه هو عن الليل والنهار، صح؟ شوفوا بالصندوق الاول هذا ايش فيه؟ الليل والنهار. ايش جواته؟ الليل والنهار. في جواته صورة ولد نايم، الولد النايم بيرمز لأي وقت؟ لأي وقت بيرمز يا نور؟ الواحد ينام بالليل. بالليل. طيب خلينا نشوف الصندوق الثاني. انا بنام بالصبح. يلا. طلع البلاي ستيشن. الصندوق الثاني فيه اولاد عم يلعبوا، امتى احنا نطلع نلعب؟ الليل. نلعب متى؟ الليل. نلعب بالليل؟ طلعوا على الصورة منيح، امتى نطلع نلعب؟ امتى يا أسامة بنلعب؟ نهار. بالنهار، بطلع بلعب بالنهار، ما بلعب بالليل. بنام بالليل وبلعب بالنهار، بطلع ألعب بالنهار، تمام؟ طيب خلينا نسمع هاي الأنشودة الحلوة عن الليل والنهار. يا مس مش سامعين شيء. مش سامعين شيء. أنا ما بعرف ليش أنتم الأنشودة ما بتسمعوها، شكل أنتم لازم تعلوا الإشي اللي عندكم طيب. بس انا معليه على الكامل. معليه على الكامل وما بتسمع؟ ونفس الشيء انا. خلص خلص حقكم علي، انا اسفه، خلص المره الجايه ما راح احط انا شيء. خلص. طيب هلا بس شوفوا لي. طيب هلا اهم عنصر احنا رح نحكي عنه اليوم بالنهار، ايش اكثر شيء بدل لك انه الدنيا نهار يا سند؟ شو اكثر شيء بتطلع حواليك بدل لك انه الدنيا نهار؟ سند؟ الشمس. الشمس رائع، الشمس هي أكثر إشي بدلني إنه هي في نهار. رائع يا سند، بطل. عشان ضوء. إيه؟ عشان فيها ضوء. رائع، بطل. إذا هي الشمس. إيش يا سند؟ رائع سند، صوتك عم بيعلق. الشمس دي. سند. لأنه صار تحت الحجر. عشان أصحى. طيب إذا أول معلومة أنا بدي أعرفها عن الشمس، إن هي الشمس عبارة عن نجم. عمرك عرفت هالمعلومة إن هي الشمس عبارة عن نجمة؟ لا. الشمس هي عبارة عن نجمة، هي نجم. وهذا النجم تمام. بس هي أخذناها بالدين. أيوة رائع، أخذتوها بالدين. أخذنا بالدين إن هي الشمس نجم مضيء. هذا الشمس نجم مضيء، وهذا النجم المضيء هو أقرب نجم، يعني قديش أنت بتشوف الشمس كثير كثير عالية، بس هو أقرب من أي نجم من نجوم، عشان هيك إحنا بنشوفه شوي أكبر. أنت بتشوف الشمس كبيرة، صح يا ندى؟ بتشوف الشمس كبيرة يا ندى؟ مس؟ بنشوف الشمس كبيرة لأن هي قريبة شوي علينا، أقرب من النجوم الثانية. مس؟ تعرف إنه درجة الحرارة تبعت الشمس 150 ألف؟ والله؟
والله معلومة كثير حلوة، هي فعلا درجة حرارة الشمس كثير عالية، عشان هيك احنا ما بنقدر نوصلها اذا نروح بصاروخ او نروح باي شيء. تمام. طيب مين بيقول لي شكلها مستطيل ولا دائرة ولا ايش شكلها؟ يا سند شو هي؟ دائرة. هي تقريبا دائرة، يعني مو دائرة دائرة على الاخر، يعني مستوية على الاخر. كوكب ماس دائرة، النجمة كبيرة والنجوم. بس هي كروية مش دائرية. الله يرضى عليك، صح. هي كروية. لسه هلا كنت ولا اقول يا عبد الله بدي اقول له الفرق بين هي شو مكتوب بالكلمة او شو مش مكتوب. شو الفرق بين يا عبد الله بين كلمة كرة و بس هي مصنوعة شمس النجمة كبيرة؟ شو يا عبد الله الفرق؟ انا بعرف شو الفرق. عبد الله انت قلت لنا كلمة كروي صح؟ حكيت لنا هالكلمة كثير حلوة، شو الفرق؟ لانها اتجاه مش سطح. يا حبيبي ما شاء الله عليك، رائع. فعلا هي زي الكرة، زي كرة القدم، لما انت تشوف هيك كرة بتكون هي من كل الجهات، ما بتكون بس سطح واحد. انا بدي احكي الدائرة فريقها انه بتكون بس هيك دائرة، ما في لها اسطح. ايوه الله يرضى عليك، والله انك انت رائع كمان. طب نقدر احنا ناخذ الحرارة؟ لارا نقدر ناخذ الحرارة؟ هي مصنوعة من نجمة كبيرة، نجمة كبيرة الكدي. خليني اسمع لارا. لارا هلا بحكي لك انه هي الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة والضوء، نقدر ناخذ مكان ثاني هذا الاشي؟ نقدر ناخذ هلا الضوء والحراره من شيء ثاني؟ لا. هلا احنا بنقدر بس اكثر شيء بناخذه من الشمس. بنقدر ممكن ناخذ الحراره، ما بتشعلوا نار بالبيت عشان تاخذوا حراره لما بدكم تطبخوا او بدكم تشووا او بدكم تدفوا، صح؟ بنشعل النار. اقدر اكثر شيء بقدر اخذ منه الحراره والضوء اللي هو الشمس. تمام. إذا هلا صرنا معافين عن الشمس ثلاث أشياء، هي الإشي الأول اللي هي شكلها كروي تقريبا، والإشي الثاني اللي هي أكثر مصدر بيعطينا الضوء والحرارة، والإشي الثالث إيش؟ أوكي. حكينا إن هي نجم، تمام؟ مين بيقدر يحكي لي هدول الثلاثة؟ ثلاثة، أول وحدة إن هي نجم، والثانية يعني يلا كروي، والثالثة بتعطينا حرارة وضوء. يلا مين بيقدر يقول لي اياها؟ ماس. يلا يا سند. الأولى الأولى ايش هي؟ شكلها ايش؟ كروي. كروي. الثانية ما إلهاش أسطح. ايوه ما إلها أسطح. كمان مين أكبر مصدر للحرارة والضوء؟ الشمس أكبر مصدر للحرارة والضوء، صح؟ طيب هي نجم ولا كوكب؟ إيه؟ هي نجم ولا كوكب؟ نجم. بس هي مصنوعة من شمس كبيرة. إيه؟ بس هي نجم ولا كوكب؟ نجم. هي نجم ولا كوكب؟ نجم صغار. طيب هلا بدي تطلعوا على هذول الصورتين اللي قدامنا وبدي اسالكم فيهم اسئله. يلا يا نور، نور ركزي معي عشان اسالك انت السؤال. تمام. يلا يلا نور ركزي منيح. شايف الصورتين؟ يلا. هلا باي صوره من الصورتين كانت الدنيا حسيتيها ليل؟ ثاني صورة. ليه؟ كيف عرفتي؟ لأنه شوي قاعد بصير الليل. أيوة يعني ما لقيتي فيها ضوء كتير، صح؟ فقدرنا نعرف إن هي ليل وإنه ما كان فيها ضوء كتير، كانت شوي قاعدة، صح؟ رائعة، بطلة. بس بدي أحكي إشي. احكي يا إياد. مرة كنا بنشوي شفنا إشي أحمر بيشبه القمر، فكرناه القمر. باليوم الثاني طلع كوكب المريخ. سبحان الله، والله منيح انك انت شفته. طيب اذا نور جاوبتنا جواب صح، قالت لنا هي الصوره الثانيه كانت ليل والاولى كانت نهار، لانه دلها على هذا الكلام انه هو
كان في ضوء بالصورة الأولى اللي هي صورة رقم ألف صح؟ ميس؟ احكي يا قول أسامة. صاحب أبوي. صاحب أبوي أنا وأبوي وأمي أخوي رحنا عنده، هو هي هون هو قريب عن بيتنا. بعدين هناك في كان في بوبو كنا نلعب معه، طلع البوبو قاعد بأشر فوق، قول شو قاعد بأشر ولا طلع في شهاب. يا سلام. طيب لما طلعنا على الصورتين، شكرا يا سلام، لما طلعنا على الصورتين يا عبد الله في أي صورة حسيت إن درجة الحرارة كانت أعلى؟ الصورتين اللي شفناهم قبل، الصورتين شفناهم قبل ألف وباء، مين حسيت درجة الحرارة أعلى؟ الصورة اللي كان ألف ليه؟ شمس. عشان فيها شمس. يلا هلا لارا تستعد للسؤال اللي ورا. هي هلا إنها كانت فعلا يا عبد الله صورة ألف لأنه كان فيها الشمس، لما تكون الشمس بتكون درجة الحرارة أعلى، تمام؟ طيب هلا لارا حبيبتي كيف تتخيلي إنه هي الليل والنهار بيصير؟ في إلها دخل موضوع الأرض بالقصة هاي؟ كيف بيصير الليل والنهار؟ إيش لارا؟ الأرض بتلف. رائعة، الأرض بتلف. طب وإحنا قاعدين فيها بتحسوا إنها الأرض عم بتلف؟ في حدا بتحس لا الأرض عم بتلف؟ ما منحس إنها الأرض عم بتلف، هي بتلف عشان شوي شوي. أيوة شوي شوي عم بتلف. طيب بتفيدنا حركتها هاي إنه شو تعمل؟ إنه نشوف إذا الليل إمتى الليل بيجي وإمتى النهار بيجي، تمام؟ بتفيدنا يعني هذه الحركة، حركة الليل والنهار، إنه كيف حركة الأرض كيف يجي الليل والنهار. خلينا نشوف كيف ممكن تيجي من خلال هذا الفيديو. يلا طلعوا هذا الفيديو كثير منيح عشان أسألكم عليه وراه شو بيصير. بس عاد أقول لك إشي. قول حبيبي يلا سند بسرعة. صح أمريكا هلا عندهم ليل؟ ايوه هلا رح نحكي من خلال الفيديو. يلا احضر الفيديو عشان تشوف مين عنده ليل ومين عنده نهار. هي طلعوا كيف الكرة الأرضية عم بتلف، هي مقسومة إلى نصين وعم بتلف. في ناس زي ما حكى لنا سند هلا رح تكون عندهم نهار اللي هم جاي عندهم جهة الشمس، وفي ناس رح تكون عندهم ليل. هي شايفين الناس اللي اجت عندهم، الناس اللي اجت عندهم هاي شايفين الناس اللي على جهة الشمس شو كان عندهم هلا يا عبد الله؟ نهار. والناس اللي عنده الجهة الثانية ايش عندهم؟ ليل. تمام. الكرة الأرضية بتلف شوي شوي، وهذا بفيدنا على تعاقب الليل والنهار، صح؟ طيب رح نرجع للارا. يلا يا لارا، لارا ايش صار بالفيديو اللي انت حضرتيه؟ هي بس المفروض انا احطه. لارا؟ نعم. شو شفتي بالفيديو؟ كيف الشمس كيف الارض تحركت وشو صار امتى صار عندنا ليل ونهار؟ لما اجت الشمس. لما اجت على جهه الشمس ايش كان في عندنا؟ نهار. ولما اجت على جهه على جهه الغرب كان عندنا ليل. كان عندنا ليل. يلا يا امينه، لما لفت الكره الارضيه ودارت شو لما اجى على جهتنا الشمس شو كان عندنا؟ شو كان عندنا يا أمينة؟ لما إجى عندنا شمس شو بيصير عندنا، ليل ولا نهار؟ نهار. نهار. ولما يكون الجهة الثانية إيش بيكون عندهم؟ بيكون عندهم ليل. أيوة رائعة بطلة. طيب هلا تخيل حالك، أسأل حالك سؤال، تخيل لو الدنيا كلها ليل شو كان صار؟ كان ضلينا نايمين طول الوقت يا حبيبي. كان ضلينا نايمين طول الوقت. كمان مين يعطيني الجواب؟ ما بس كمان كانوا ماتوا النباتات. كان ماتوا النباتات. والله انك رائع لانه ما بياخذوا الشمس الكلوروفيل، ما بيصنعوا الماده تاعتهم اللي بيصنعوها. يا اياد كمان إذا ماتت النباتات بيبطل في أكسجين، عشان النباتات بيجي منها الأكسجين. ما شاء الله عليك رائع، والله إنك بطل يا إياد. كمان إذا ماتوا النباتات ما رح ناخذ أكسجين، وكمان إذا ماتوا النباتات شو بيصير؟ ناكل؟ لا ناكل بس لحم وجاج، وحتى كمان يمكن ما نقدر ناكل لحم وجاج لأنه أصلا كمان الغنم والأشياء اللي ناكلهم برضه بياكلوا النباتات، صح؟
ماس بدي أسأل إذا ماتوا النباتات ببطل في عنا أكسجين ومنموت. ببطل عنا أكسجين ونموت وكمان ما بنقدر ناكل، والحيوانات ما بتقدر تاكل. طب إذا كانت ونفس الشيء الشمس. طيب إذا كانت كل الدنيا نهار شو رح يصير؟ نفس الإشي. إذا ما بننام. ما بننام وبنستريح، بنقدر نستريح وننام؟ ما بننام. ما بنقدر ننام، وكمان؟ لا. عيوننا بترتاح؟ ونفس الإشي بصير، بيموتوا النباتات وبتبطل أكسجين. ايوه بيموتوا النباتات وبتبطل في أكسجين، طيب. هلا إذا احنا فتحنا كتابنا على صفحة 32 رح نلاقي مطلوب منا بهاي الصفحة إنه احنا نرسم حركة الأرض، بس عليك إذا أنت مو حاللها إنك أنت تفتح كتابك وترسم كرة أرضية تحط على الجهة الأولى شمس والجهة الثانية إيش تحط عليها؟ بدي أحكي لك إشي. هلا رح أسمعك يا أمي، شو بدنا نحط على الجهة الثانية؟ الجهة الأولى رح نحط عليها شمس والجهة الثانية رح نحط عليها قمر، تمام؟ وبس، وعلينا نرسم كرة أرضية بالنص ونكتب هاي الجهة عليها نهار وهاي الجهة عليها ليل، صعب؟ صعب هذا الموضوع؟ سهل. طيب، هلا بتقدر تعمل نشاط بالبيت إذا أنت جاي عبالك، شايف هيك جايبينهم زي مصباح، شايف المصباح هذا؟ وجابوا كرة، كرة عادية أو كرة أرضية، إذا أنت اعمل كأنه المصباح هي الشمس ولف الكرة الأرضية، الجهة اللي بيجي عليها المصباح بيضوي حتكون هي انهار، والجهة الثانية حتكون هي ليل. بس أنا عندي إذا عبالك تعمل هذا النشاط. بس هدول الكلابس تبعوا البوكسينج، بس هدول الكلابس تبعوا البوكس. هلا بشوفك يا عبد الله اللي مش حاطه على صورتك، بس بدي اسمع امينه، امينه شو بتقولي امينه؟ صح الشمس هو اصلا نجمه. الشمس هو نجمه، صح يا امينه، رائعه بطله، الشمس هو نجمه. يا سلام، شوفوا عبد الله، كلكم حطوا على صوره عبد الله، شوفوا عبد الله ايش معاه؟ عبد الله معه كوره ارضيه ومعاه مصباح، يا سلام. شوفوا كيف بده يعمل لنا؟ هلا عبد الله الجهه اللي عليها المصباح شو هي يا عبد الله؟ الجهه اللي عليها مصباح اللي هي نار. اللي هي ايش؟ يعني صار فيها ليل ولا نهار يا عبد الله؟ نهار. صار فيها نهار، طب والجهه الثانيه ايش عندها يا عبد الله؟ لا يا عبد الله عليها ليل، انت بالمصباح ايش عم بتمثلي يا عبد الله؟ شو هو المصباح؟ عبارة عن شو؟ شمس. عبارة عن شمس، الله يرضى عليك يا رب. عبارة عن شمس، تمام؟ شفتوا عبد الله ايش في معه؟ قول يا اياد. صح في شيء اسمه كسوف وكسوف. شيء اسمه كسوف وكسوف، كسوف للقمر وكسوف للشمس. لما في نجمة ثانية بتغطي على بتغطي على الشمس او بتغطي على القمر، تمام؟ وهي عبد الله كمان فرجانا كتابه وكيف هو راسم عليه، ما شاء الله عليك فنان رائع. طيب، هلا احنا بس ملخص درسنا لليوم انه احنا اخذنا ان هي الشمس عباره عن العنصر الاساسي النجم الاساسي اللي احنا بمدنا بالحراره وبالضوء، واخذنا انه هو تقريبا هو شكله كروي، وحكينا انه هو نجم، تمام؟ وحكينا كيف بتصير الليل والنهار، قلنا انه هو الكرة الأرضية بتكون بالوسط، تمام؟ وبعدين بتلف وبكون في جنبها شمس، أو في على الجهة الثانية ايش؟ ما في شمس. الجهة اللي بتلف عليها الكرة الأرضية بتكون عليها الشمس، ايش بصير عندهم؟ بصير عندهم نهار، والجهة الثانية ايش بصير عندهم؟ ليل. بصير عندهم ليل، بس هذا كل الموضوع اللي احنا أخذناه اليوم، صعب؟ لا مو صعب، سهل كثير، تمام؟ في حدا حابب يسأل سؤال او يحكي اي شيء قبل ما اخلص الحصه؟ في حدا حابب يسأل سؤال؟ يا نور، قولي نور. نور نسيتي؟ طيب في حدا ثاني بده يسأل سؤال يحكي شيء؟ هي لسه درس عربي. خلاص ذكرت مس. خلاص الامور تمام؟ مس. طيب هيك بنكون خلصنا حصتنا لليوم، وان شاء الله بشوفكم بالحصه الجايه، تمام؟ يلا مع السلامه. بدي اقول لك شيء. مع السلامه. باي مس. يعطيك العافيه مس. الله يعافيك. بس انا بدي اقول لك شيء. في حدا بيقول لي بيقول لي شيء، مين هو؟ يا عبد الله احكي حبيبي. مس.
مس كيف تلف الكره الارضيه ولسات في شمس؟ ما هي حبيبي بتلف شوي شوي، يعني لسه يعني هي ما بتكون خلص وصلت للجهه اللي في الاخر. انت لاحظ عبد الله، الشمس احيانا بتكون يعني قريبه كثير مثلا على جهه الشرق، صح؟ لما تشرق من جهه الشرق لاحظ عبد الله، بعدين فجاه بتلاقيها صارت بنص السماء، يعني الكره الارضيه لما لفت شوي صارت بتبعد شوي شوي عن الشمس، ما بتضلها يعني هي الكره الارضيه. عبد الله شايفه هيك؟ الأول إشي بتيجي من جهة الشرق بتحس الشمس كتير قريبة علينا، بعدين بتلاحظ أنت مثلاً يصير وقت الظهر تبعد الشمس شوي بتصير بنص السماء، تصير عمودية على السماء، لأنها الأرض تحركت شوي شوي إحنا ما بنلاحظ حركتها، بعدين بتبعد عنا أكثر، تبعد بعدين بتصير بجهة الغرب، يعني بلشت من الشرق عبد الله، لما أنت تصير بتلاقيها بجهة الشرق، صح؟ بتلاقيها هي بجهة الشرق، بعدين صارت تلف الكرة الأرضية، صارت بعدين بجهة الغرب. عشان هيك احنا بنسمي شروق الشمس وغروب الشمس. عبد الله، انت احيانا بالنهار تطلع ما بتلاقي الشمس طول الوقت بنفس المكان، اول شيء بتلاقيها بالشرق، بعدين بتصير بتبعد 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 في لحظه من اللحظات، يعني هلا زي هذا الوقت كمان شوي بتلاقيها بنص صارت عمودية بعدت عنا، بعدين بتروح للجهه اللي ورا 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 لتوصل للغرب، بصير غروب. عشان هيك بنسمي شروق الشمس وغروبها للغرب. تمام؟ فهمت عبد الله؟ شكرا مس حبيبي. يلا سلام عليكم، مع السلامة. باي، إلى اللقاء. باي مس، مع السلامة. أهلا يا ميرا، هلا فرجتينا وجهك الحلو. مع السلامة. مع السلامة.